كما ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة دكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة. مساء الخير أستاذ رامي. الحديث هنا عن توقيع اتفاق السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، وأيضا توقيع إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل. جمهورية مصر العربية لطالما كانت متطابقة الرؤى والأفكار والأهداف والتوجهات مع كل من شقيقتها مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة. حدثنا عن أهمية هذه الخطوة التي اتخذها البلدان الشقيقان وانعكاسهما على القضية الفلسطينية وحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. مساء الخير يا فندم، وأهلا وسهلا بحضرتك وكل أهل البحرين والشعب العربي. الحقيقه انا مبسوط ان يعني اتاحت الفرصه ان انا من خلال منصتكم الاعلاميه ان احنا نتكلم في الموضوع باستفاضه وبشكل علمي بعيدا عن ما يثار من استغلال بعض الجماعات في الشارع العربي من تشويه الصوره، لان مصر الحقيقه من مارس 1979 وهي اول من تبنت موضوع معاهده السلام في عهد الرئيس السادات الله يرحمه، وهو دفع الثمن ده غالي جدا في حياته. لكن المساله ان مصر طبعا رؤيتها متطابقه مع اشقائنا البحرينيين والاماراتيين، لان كانت مصر اول الدول طبعا اللي عملت معاهده السلام. وخليني اتكلم باستفاضه حقيقيه ان التنسيق دايما في مع اسرائيل فيما يخص حقوق الشعب الفلسطيني عمره ما هيجي الا من خلال ابرام معاهده السلام، بمعنى ادق ان لازم يحصل تعاون ثنائي ما بين الدولتين وما بين اسرائيل على اساس اللي هو في التفاوض مبدا وين وين. فانا من خلال التعاون نفسه اقدر احقق بعض اهدافي فيما يخص القضيه الفلسطينيه خاصه، وان التاريخ هو الحاكم على الموضوع ده، ان مصر لما دخلت في معاهده السلام كانت بعديها الاردن دخلت في معاهده السلام في اكتوبر 1994، وبعدها يعني في 13 سبتمبر 1993 على ما اظن حصل توقيع اعلان المبادئ الفلسطيني لاسرائيل. فاسرائيل مش جديده على موضوع الاتفاقيات دي، الفلسطينيين نفسهم وهي منظمه التحرير الفلسطينيه هي الممثل الرسمي للفلسطينيين عملت اتفاق اعلان مبادئ مع اسرائيل. لكن الوجهه الاخرى وانا اسمح لي ان انا ارد على بعض الادعاءات اللي بيتروج لها من بعض الجماعات اللي هي زاد اجندات معينه سواء عندنا في مصر او تشوه النظام المصري او النظام البحريني او الاماراتي. نعم. اسرائيل يا جماعه كيان متقدم جدا علميا وتكنولوجيا، ودول الخليج ليس لديها تاريخ عدائي مع اسرائيل، بل بالعكس مصر اللي كانت ليها تاريخ عدائي وصل لحد الاقتتال المسلح مع اسرائيل، مصر عملت اتفاقيه سلام، فلماذا الدول الخليجيه اللي ملهاش تاريخ عدائي ما تعملش سلام؟ خاصه ان السلام مع اسرائيل احنا محتاجينه زي ما هي محتاجاه. يعني احنا من مصلحتنا ان احنا نتعاون مع دولة متقدمة علميا وتكنولوجيا واقتصاديا، ومن مصلحة اسرائيل انها تتعاون معنا، ومن خلال عمل او تأسيس مصالح لاسرائيل مع الجانب العربي متعدد الاطراف يمكن التأثير على اسرائيل في الوصول لوضع او موقف مرضي للفلسطينيين في القضيه الفلسطينيه. نعم دكتور رامي، يعني الحديث عن هذه النقطة بالتحديد يقودنا الى الحديث عن أن هذا الاتفاق العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل بين الدول العربية التي أقامت علاقات مع إسرائيل هو ليس تخليا عن القضية الفلسطينية بقدر ما هو مقاربة جديدة لإيجاد حل متقدم ودائم وشامل لهذه القضية، وأيضا حماية لمصالح هذه الدول العليا. يعني القادة في هذه الدول أكدوا أنها هذه الخطوة هي حماية لمصالح دولهم العليا، ويعني توحيدا للرؤى والأهداف لمواجهة التحديات والمخاطر التي تمر بها المنطقة والعالم. يا فندم، ما هو ده طبيعي، أنا بأكد الكلام تاني، لأن هل الرئيس السادات رحمة الله عليه لما عمل معاهدة السلام كان معنى كده أنه تنصل من حقوق الشعب الفلسطيني؟ المسألة لا، ده للأسف بعض الإدعاءات اللي بيتم الترويج لها كذبا في تشويه ما يحدث الآن. لكن المسألة إن لما اتعمل كده معاهدة السلام وقتها ودلوقتي حاليا لما البحرين والإمارات بتعمل، أنا بعزز فرص مصالح إسرائيل في الجانب العربي عشان أقدر أستغلها في التفاوض بعد كده على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة وإن برضه خليني أتكلم بمنتهى المصداقية. نعم. العديد من الفلسطينيين بيعملوا لدى المؤسسات الإسرائيلية وبيتقاضوا رواتب عليها،
وفي اعلان وفي اتفاقيه ما بين منظمه التحرير الفلسطيني ايام الزعيم الراحل ياسر عرفات. مش كل يا فندم، مش كل حركات المقاومه اللي بتعمل اعمال مقاومه بيتم استغلالها استغلال سياسيا، دي مش بتمثل الشعب الفلسطيني. نعم، من القاهره الدكتور رامي عاشور استاذ العلاقات الدوليه بجامعه القاهره، شكرا جزيلا لك.